تعالوا نعمل طبق مقبلات لذيذ قوي ونشوف مقدرنا ايه. اول حاجة انا عندي 2 بتنجان رومي متقطع شرايح بالطول هنشويه مع بعض دلوقتي، عندي ملح وفلفل، زيت زيتون، حمص مهروس، فلفل احمر رومي مشوي بدون قشر، فلفل الوان، واحدة فلفل الوان متفرغة، عندي طماطم تشيري او طماطم عادية طبعا الاتنين ينفعوا، عندي خيار، زيتون كلاماتا، خرشوف مسلوق برطمانات جاهز، جبنة فتة يوناني مكعبات، جبنة موزاريلا كرات صغيرة او مكعبات صغيرة على حسب اللي تلاقوه، بيف بيكن، شوية سماق، ولخليط الزبادي اللي هنحطه جوه الفلفل عندنا زبادي يوناني، عصير ليمون، زيت زيتون، وشوية ثوم مفروم، وعندي شوية عيش شامي أو عيش باتا للتقديم في الآخر. طيب تعالوا أول حاجة نعملها، أنا حاطة جريل على النار، عايزين بس نحط البتنجان هياخد لون من وشين قبل ما نحطه في طبق المقبلات. نحط شوية زيت زيتون، زي ما قلت لكم الطبق ده سريع جدا وما فيهوش اي عمايل، يعني مش هنسوي حاجه غير البتنجان والفلفل، انا شويته بس كده، الباقي كله بيتحط فريش. طيب تعالوا نحط البتنجان شويه، عايزينه يسخن شويه. طيب على ما يسخن تعالوا نعمل مع بعض خليط الزبادي اليوناني، نحط الزبادي، وهحط عليه الخيار المفروم المتقشر، وشوية ثوم مفروم، ملح وفلفل طبعا، ومعلقة صغيرة زيت زيتون كده. خليط الزبادي اليوناني بتاعنا جاهز ان احنا نحطه جوه حشوه الفلفلايه اللي احنا مجهزينها. خلينا بس نخلطهم مع بعض كويس وكده هي جاهزه، ونحط بقيه البتنجان. خلاص الشوايه سخنت، طيب على ما البتنجان يخلص تعالوا بقى نوضب الطبق مع بعض واوريكم ازاي هنقدمه. اول حاجه هحطها هي الحمص المهروس اللي انا مجهزاه، عايزه احطه على جنب، نهرسه بس قصدي نبططه كده شويه، وهحط على وشه الفلفل اللي انا شويته الاحمر، ده اول حاجه. بعد كده عندنا خيار عايزين نقطعه بس شويه، مش هنقطعه كتير، احنا عايزين الطبق يبقى شكله رو او يعني على قد ما نقدر شكله طبيعي. هقطع كده قطع خيار كبيره، وبعدين هحط الطماطم التشيري، هحطها زي ما هي كده بعنقودها شكلها احلى بكتير. بعد كده هحط الزيتون الاسود المخلي، تعالوا بس نقلب البتنجان ونكمل. تعالوا نكمل دلوقتي، هحط الخرشوف المسلوق، وبعدين الجبن بتاعتي
الفته والموتزاريلا، ممكن نحط نوع منهم، وبعدين نحط البيكن، وبعدين نحط النوع التاني. دلوقتي كمان احط الفلفلايه، واجيب سلطه الزبادي احطها جوه بقى الفلفل اللي انا خليتها. البتنجان بتاعي جاهز اتشوى، ممكن نزوده دلوقتي. سلطه الطحينه بتاعتي، احط على وشها شوية سماق، واخر حاجة احطها هي العيش طبعا، اللي يحب ان هو ياخد المقبلات دي مع العيش مكان الخضار. وبكده طبق المقبلات بتاعنا يكون جاهز.